لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن من توفيق الله سبحانه وتعالى وتيسيره أن هيأ أمثال هذه المعارض التي يزحف فيها العلم زحفا إلى طلابه والراغبين فيه وإلى طالبي السلامة يوم القيامة والنجاة من الندامة عند الله سبحانه وتعالى، فهي حجة لنا أو علينا. وعلى المرء إذا سنى الله سبحانه وتعالى له نعمة أن يكون لها شاكرا وذاكرا، فيلتفت إليها شاكرا لله سبحانه وتعالى، وأن يغتنمها وأن يستغلها. كان أوائلنا يرحلون إلى الكتب ويضربون لها أكباد الإبل حتى ينال واحد منهم ولو نزرا يسيرا مما يزحف إلينا اليوم وننعم فيه ونتقلب في أعطافه. فعلينا أن نشكر الله وأن نقبل على العلم بنهم ورغبة تطلب السلامة عند الله يوم القيامة، وأن لا يظن الواحد منا بمال ينفقه من أجل نجاته يوم القيامة. وقد قال الأول: وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني. وكان أوائلنا يحبون الكتب حبا جما لما يرون فيها من النجاة والسلامة عند الله يوم القيامة. ولذلك قال الإمام السالم رحمه الله: ونظر المؤمن في الكتاب زيادة له من الثواب. والمتنبي أدرك هذا أيضا كذلك عندما قال: أعز ما كان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب. وأدركوا ذلك بأفعالهم عندما انكبوا على الكتب قراءة وتصنيفا وتأليفا وتدوينا. فالمرء عليه أن لا يهمل هذه الفرصة، وأن يقبل عليها طالبا السلامة والنجاة، مستوفقا الله، مسترشدا هداه. وأنا أشكر هذه البادرة الطيبة من موقع المجرة أن جاء ليحض طلاب الحقيقة وروادها لكي يقتبسوا من معين العلم الذي هو يطلب عشاقه، يطلب عشاقه في هذا الزمان بعد أن كان عشاقه يضربون له أكباد الإبل من قبل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكرا لكم، بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل